خاصكم هنايا يدعموا الفاشل حتى ينجح. هنايا هيك نحاربوا الناجح حتى يفشل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتي، مرحبا بكم، معكم يونس في نهار جديد وفيديو جديد. الناس اللي تعرفني مرحبا بكم، راكم تشوفوا الفيديو تاعي كل يوم ونشكركم بزاف بزاف على الدعم هذا. يا والناس اللي راهم يشوفوا فيها دوكا جدد في القناة تاعي مرحبا بكم ثاني، ما تنساش اشترك في القناة، فعل جرس هكذا يجيك بزاف دي فيديو بزاف معلومات بزاف اشياء في الامريكانة نشاركها معكم بارطاجيها معكم، سواء في الخدمة سواء في العمل بصفة عامة، الحياة بصفة عامة، تحواس تحديات ان شاء الله كاين كلش في هذه القناة. فما تبخلوش علينا باشتراك وجيم ولي كومونتير، بارك الله فيكم خاوتي. جينيرالمو انا ما نديرش الفيديو بلا كموضوع يعني مفيد يفيد للمتفرجين، ولكني حبيت ندير فيديو، حبيت ناخذكم معايا يعني غير في جوله برك نوريكم كيفاش دايرين انا، كيفاش نقضي يومي انا حدوقا الخدمه، كيفاش واش نخدم واش نعمل واش 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 واش. ان شاء الله كل هذا اكثر تلقوها في هذا الفيديو، فابقوا معايا خاوتي. كما كما تشوفوا الثلج راهو غير كيما بدا يطيح، غير بشوي 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 راهو بيطيح، الجو خريفي، تشوف الفلوق كامل طايح. خاوتي انا جينيرال مو نخدم في الدار، ما نخدمش برا، دي فريح في الدار نخدم، مي كي يكون الانسان يحب يبدل يحب يخرج برا باش يخدم، ولا يكون كاين الفوضى في الدار ما نقدرش نخدم، فخدمتي تحتاج واحد يركز واحد يكونسونطري بيان. فكاين مراكز ولا بلايص هنايا خاصه في امريكا اللي كيما نقولوا نسموهم سيبر كافي، هما لا هما سيبر كافي صح شرب الكافي ماشي سيبر كافي تروح تكونيكتي، هذوما قهاوي عندهم جوده تاع كونيكسيون جوده عاليه جوده شابه بزاف. فنروحوا نريحوا ثما ونوريكم واش كاين واش ما كاينش واش حل لي بريم وكل حاجه كل هذا اكثر. فابقوا معايا خاوتي. بصح بيناتنا خاوتي بروده دوكا ماشي نورمال، راهي بارده الحاله، رانا راهي الدرجه راهي واحد فوق الصفر يعني راهي مازال ما هبطت تحت الزيرو، مي دوك راهي جايه راهي تهبط تحت الزيرو وتلحق حتى ل 16 تحت الصفر، 16 موان 16 ماينس 16 تهبط تحت الزيرو. برودة ماشي نورمال، انا اول مرة شفت برودة تاع ناقص 16 يا عام لي فات في هذا الوقت في الشتاء في الامريكان، باسكو انا كنت جامي شفتها من قبل. فانا من السكان الشمال تاع الجزائر يعني كي تهبط تهبط موان 2 ماكسيمو، هذه ماش حتهبط بزاف. دونك ان شاء الله الله يجوزها على خير ان شاء الله، واني سخن في الطونوبيل مازال ما سخنتش. ابقى معايا خاوتي اللي رايح. نعطيكم معلومه على السريع برك راكم تشوفوا فيا بلي داير لاسينتير، وكاين ناس بزاف قالوا لي في لي فيديو الاخرين علاش ما كنتش دير لاسينتير، قالوا لي في لي فيديو علاش ما ديرش سنتيم ما ديرش ما ديرش سنتوره. المهم حبيت نقول لكم بلي نعطيكم معلومه هذه مهمه، بلي كل ولايه في امريكان عندها قوانين تاعها خاصه، كل مدينه عندها كل مدينه ولا ولايه عندها قوانين خاصه. انا كنت في بنسلفانيا، بنسلفانيا هذه لاسينتير ماشي اوبليغاتوار، وتقدر تحكي بالتليفون ماشي اوبليغاتوار، تقدر دير صوالح بزاف. على سبيل المثال دوك نوريكم هاد الحاجه ثاني، كاينه هذه انا علقها في الزجاجه وباش ندير فيها التليفون هكذا، هذه في نيو جيرسي ممنوع ديرها ممنوع تعلق، دائما انا راح نخليها هنا في كوسانو، كي نروح لولايه تاع بنسلفانيا ولا فيلادلفيا مدينه فيلادلفيا نقدر ندير هذه هي البياسه نعلقها في الزجاجه، ونقدر نحي لاسينتير ونقدر ندير التليفون نحكي بالتليفون ولا خلط في التليفون. هذه حاجه مهمه. وكاين حاجه بالعكس، كاين في نيو جيرسي ما كانش، في فيلادلفيا اوبليغاتوار كي تسوق لازم تكون لابس حذاء، هذه لازم ما تقدرش تسوق بلا حذاء، بصح في نيو جيرسي تقدر تسوق كما نقولوا حنايا بليغه ولا تشانغلا كل واحد يسميها تقدر تسوق بها. علاش الاختلاف؟ باسكو نيو جيرسي فيها بحر والاخرى ما فيهاش بحر، هذه معلومه على السريع. واخيرا رانا وصلنا، هذا ستارباكس، هذا مكان من الاماكن اللي نجي ليهم بزاف، عندهم جوده تاع انترنت شابه بزاف، والناس تريح تكونيكتي لداخل تسقى واترو بوزي، كاين دفا كاين كلش، وكيما راكم تشوفوا هنا كاين برا باش يريحوا، بصح اليوم راه الثلج ما كانش الناس اللي تريح برا. فندخلوا لداخل نروبوزي ونشرب قهوه ونوريكم كيفاش دايره من الداخل، ابقوا معايا. على بالكم خاوتي لو كان هذا الجو تاع دوكا هذا تاع ميكرو شويه ميوزيك حاجه كالم
برا الجو فور وكان كينا في الجزائر. نضمن لكم على بالي هاني نقول أغلب الناس يخرجوا تيجيني كامل يعرفوا يابليكي ولا الناس كامل يستفادوا منها كامل يوصلوا شرام حابين. مي الله غالب احنا مشي احنا فاشلين احنا ما فشلونا هنا يا علاش ناجحين باسكو هنا يا يدعموا الفاشل حتى ينجح هنا يا هيكا يحاربوا الناجح حتى يفشل. يعني ما تربحش ما تنجحش. فنتمنى من الناس اللي على باليش انا ايشكم عمرك حد قدم الميساج عمرك حد تحكي ما تجيش تعرف من الجزائر يعني تعطي ميساج الوزير الرئيس ما كانش لحد يسمع كامل. دونك نتمنى ربي يهديهم ان شاء الله ويوفروا بلايص كيما هكا ظروفهم ملائمه باش يولي الانسان يكري صوالح. فمخي راني سطر عندي ساعه وانا مخصص خطري مع البيسي الناس كامل عاملين كل واحد كل يقعد في البوزيشن اللي حابه كل يقعد في طابله كيما هكا كرسي كل يقعد في فوتي يعني كل واحد كيفاش يصيب بالراحة ولا يصيب بوزيشن اللي راح يعني كيف يكونسونطري فيها. فنعود نرجع عندي خدمة كبيرة السنة فيا ومعايا 3 ساعات وشوية وانا مكونسونطري مع البيسي حتى راسي تفجر. دوكا يدوموندي لا كاش حاجة ولا كاش مشروب ولا كاش اكل ناكلوه. فعنديكم معايا حتى البلاصة يسميوها واوا هذوما لي بلاصة هذوما اللي نحكي عليهم اون جينيرال بصح مو بعد ان شاء الله نديكم فيديو اكزاكت شنو فيهم. هذه البلاصة اسمها واوا معروفة هنا في امريكان يبيعوا اكل سخون والبارد وكونجلي ومشي كونجلي وفريش يبيعوا كل حاجة وحاجة شابة كامل فيهم هي 24 ساعة تخدم 24 ساعة يعني في اي وقت تجي ليهم راح تصيبهم يخدموا. فابقوا معايا ندخلكم لداخل شوفوا كيفاش نوردوري وماكله كيفاش نطلبوا ماكله كيفاش السرعه اش حيوجدوا هنا. ابقوا معايا هذا هو المكان واوا هذا هو ندخل لكم معايا لداخل حاجه غير تدخل لهنا وحانوت كبير اول حاجه تجي لهذوما الميكروويت تطلب الماكله تاعك واش راك حاب تاكل. وهذا سبيل 200 حاجه اللي نحبها انايا خير الخبز فرماج اوكي مايونيز نيكست سولت بيبر او السعر بري فينال $6.19 يعني حاجة مليحة نعدي كومبليت يتأمبريما منها خلاص مورا مصلهم الوضع المود انت تروح تخلص هذا يوم تخلصها مورا جيت تلقى الساندويتش تاعك وجد يلا خلصها اخيرا ها هو الساندويتش كيما دومونديناه واو 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 واخيرا خوتي جو بونس رانا وصلنا لافان تاع هذا الفيديو ان شاء الله كان خفيف عليكم ما كنتش ثقيل عليكم ان شاء الله ورت لكم هذيك البلاصه تاع وين رحت ليها اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم هكذا باش تكون عندكم فكره ونتمنى ان شاء الله تكون كاينه هذه البلاصه ولا البلايس كيما هكذا يكونوا كاينين بزاف في الجزائر هكذا باش يكون الناس تصيب راحتها باش ماشي غير تستعمل الانترنت لازم تستفاد من الانترنت ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. شوفوا خوتي الظلمه تبان الليل وهي راهي غير 5 العشيه برك 5 برك راهي هنا النهار يطيح بالليل يجي بالخاف اهم واو تلقاو في فيديو اخر ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساش سبسكرايب ديرنا جيم واذا حبيت ديرنا تعليق كومونتير واش راك حاب تشوف في المستقبل ان شاء الله في الفيديو تاعي ان شاء الله نلقاكم على خير. ايا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.